الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ألف حمد لله على السلامة يا خل. الله يسلم لي عمرك يا عنتيني. 5 سنين ما نشوفكوش. على العموم انتوا نورتوا مصر. اتفضلوا اتفضلوا. متأخرش يا بابا. ما جوش؟ طيب لما يجوا قولي لسعاد ان توفيق خطيبك اتكلم في التليفون وانا هبقى اجي بالليل عشان اسلم على سميحة. حاضر يا سيد. هقول لها يا سيد. مع السلامة يا سيد. مين هذا الزلمة عم تحكي معه؟ سي توفيق خطيبي. خطيبك وبتخبي شخصيتك عني؟ بقدرش اطيقه، ده متقيل قوي على قلبي. ليش رضيتي فيه؟ لما خطبني كنت صغيره، ما اعرفش الدنيا جنسها ايه ولا الحب طعمه ايه. وهلا عرفتي طعم الحب؟ ايوه. شو طعمه؟ حلو قوي. خبريني مين هو. لا ده سر في قلبي ما اقدرش اقولك عليه. ولي زعراء، انا بنت خالتك بتخبي علي؟ قوليلي، دمه خفيف؟ شربات. تقاطيعه حلوه؟ زي القمر. عنده مال؟ عنده جاه؟ ما عندوش، لكن اخلاقه كويس. وشو بتعملي باخلاقه؟ بتاكليها؟ الاخلاق هي كل شيء يا سميح. معلوم، لما القلب بطب ما بيعرف شيء غير الحب. شو بيشتغل؟ موظف جديد عند بابا، رئيس قسم الحرايش. يا الله، يا سما، يا ملائكه، كيف بتحبي موظف عند بيك؟ هيدا ما بصير. بيك ما بوافق على هالغرام، بيريد واحد من مركز ومن مقام. الحب ما فيهوش غني ولا فقير يا سميح، وبابا بيحبني وبيحب ينفذ كل طلباتي، بس يا ريت احمد يحبني زي ما بحب. وهو اسمه احمد؟ ايوه. وما بحلك بحبه؟ لا، ده حتى مش عارف اني بحب. يا دلي، كيف بتحبي غيابي؟ هيدا حب من جانب واحد. طب واعمل ايه؟ ازاي حعرف اذا كان بيحبني ولا لا؟ فرجيني عليه، اذا كان منيح ببين من عينيه. طيب بكره هاخدك المحل عند بابا، واول ما اشوفه حدوس على ايدك. موافقه، بس اذا كان ما عجبني رح اقول لك رايي بصراحه. وان عجبك؟ ان عجبني رح الطشه منك وخليكي تتقلبي على نار الشوق. يا سلام، تشكيله في منتهى الجمال. مفيش شك، ده صنف ممتاز جدا.
ده من صنع الزباهي يا ستان. بس النهارده انا جاي اتفرج، بكره حاجة اشتري. احنا في الخدمه يا ستان. ميرسي. في من فضلك كريب ماروكان؟ لا مش موجود دلوقتي، تقدري حضرتك تتصرفينا بعد يومين. مش موجود ازاي يا اخينا؟ امال ايه ده؟ احمد مؤمن رئيس القسم قال لي ما بعش من القماش ده لانه صايد ومخزون وهيرجعه المخزن. لا يا جميل، مالكش حق تنكر البضاعه عن الست. ايوه بس بس ايوه بس بس, بس ايه تنكر عن البضاعه ليه؟ عندك خير فقوس؟ لا يا هانم، احنا جينا اعز منك، عايزه كم متر؟ 16. من عينيا الاثنين. اقطع لها يا جميل. حاضر. مبسوطه يا ستي؟ ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري. ايوه في الحقيقه يا ست، هو جبر بخاطرك قوي. ما تبقاش نمت. اهلا اهلا مدموزيل سعاد، المحل نور. ميرسي قوي. اهلا مدموزيل سميحه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يلزم خدمه، انا تحت الامر. ممنونين يا زلمه. زلمه؟ ايه زلمه، منك زلمه؟ لا انا زكي، انت مش فاكراني؟ فاكرتك رجال يعني زلمه. وين الرومي تبعي؟ مش عارفه، مش في الريوم بتاع الحراير، لازم راح مشوار. تعالي نقعد عند بابا ونستناه لغايه ما يجي. لا مش عاجبني اللون. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا جميل افندي؟ بدر منور، قمر 14، يعني زي البوم. داري جمالك من العين احسن ما يحدوك. ايوه طبعا معك حق. قول لي من فضلك، هو الاستاذ احمد مؤمن رئيس القسم موجود؟ رئيس اسم ايه بقى؟ اسم المسكي ولا اسم عابدين؟ اسم الحرايق. اسم الحرايق. لا مش موجود، هو في اجازه عشان عيان. عيان؟ لا سلامته. طب من فضلك توصل له الجواب ده، والده بعته له معايا. حاضر يا سيدي. هو عيان بايه؟ والله حرارته مرتفعه شويه اليومين دول يا ستهان. دي قالت سلامته. سلامته يعني بتحبه، مفيش شك. مين اداك الجواب ده؟ واحد جابولي من طرف والدك. والدي؟ غريبة اللي افتكرني بعد سنتين، يمكن عايز يصلحك. يا سيدي العفو، ما كانش باعني عشان خاطر مراته. يا سيدي قلبك ابيض. على اي حال انتوا ما تستغنوش عن بعض. عارف مين كان موجود ساعه ما جالك الجواب ده؟ مين؟ سعاد. سعاد؟ وعرفت انك عيان، وانا كمان يا عم عرفت انها بتحبك. بتحبني؟ مش معقول. زي ما انت بتحبها واكتر شويه. ده خيالها ما بيفرقش عليا. دي اول ما سمعت انك عيان وتلاقيها اصفر واحمر واخضر. يا راجل بلاش مبالغه. يو بقول لك بتحبك يعني بتحبك. طب احلف لك بايه؟ وحياه ما نسم الارض وبرضه عن صحيح. طب بس ما تحلفش بحياتك. كويسه قوي. يعني مصاوي. اسمع بقى، المهم في الامر انك تتلحلح شويه وتفهمها انك بتحبها. ما اقدرش، دي مخطوبه لتوفيق، وما افتكرش انها بتفكر فيا زي ما بفكر فيها. يا سيدي اقسم لك انها بتحبك جدا ومشغوله بيك جدا جدا جدا. انت حر بقى. يا ريت يا جميل، يا ريت بتحبني. بقى تديني قماش محروق وشايط، مش عاوز ترجعه؟ البضاعه اللي تخرج من المحل ما ترجعش تاني. اعمل معروف، انا وليا غلبانه. يا ست روحي، احنا مش ناقصين دوشه. هات يا ست القماش ده. هتعمل ايه يا سي احمد؟ هنغير لها القماش. اديني التوب ده يا جميل. حاضر. ربنا يخليك ويطول عمرك. ده حقك يا ستي. عال قوي يا سي احمد، يعني حضرتك بتتحداني. بتبيع القماش الشايط للزباين ليه؟ احنا مش قلنا هنرجعه المخزن؟ القماش ده لازم تتحمل ثمنه من جيبك. لما صاحب المحل يوافق انا ما عنديش مانع. طيب لما اشوف الفوضى بتاعتكم دي ايه؟ انا هكلم صاحب المحل. محل وسطك. قطع لها 6 متر. حاضر. اي اي قطعتي لي اصابعي. اهو هو ده اللي هناك. اتفضلي يا ست، استلم البضاعه من الكيس. الله يستورك يا ابني. يقصف عمره شو ما احلاه. مش قلتلك؟ والله عندك حق لما حبيتيه يا بنت خالتي. تعالي اشتري لك فستان من عنده عشان تبقي جنبه وتاخدي بالك منه كويس. اذا كان هيك بدي ابقى جنبه كل يوم. بس انا مكسوفه قوي. بس انا مني مكسوفه، مشي خلصيني. اهلا وسهلا. مدموزيل سميحه بنت خالتي، ضيفه عندنا من لبنان. تشرفنا. يلزم اي خدمه؟ منريد قماش حرير مشان فستان. انا عندي تشكيله مدهشه، تسمحوا افرجكم؟ اتفضلوا. يا دلي يا دلي على ابتسامته الحلوه، الك حق ترشفي وما تتمالكي عواطفك. بيدق بشده مش كده؟ ايه هو؟ قلبك. يا بختك يا عم، من قدك امر 14 قدامك. اتفضلوا، دي احسن تشكيله في المحل. فعلا الالوان جميله والذوق ممتاز. يا دلي يا دلي، هيدا صنف بيتوزن بالذهب يا سعاد. يعني عجبك؟
لك هيدا بيعجب كل مين بيشوفه. انا برضو بقول كده. تحب تاخدي اي لون؟ اللي يعجبك. انا من رأيي اللون ده لطيف قوي. نحن من رأيك اقطع لنا فستان 4 أمتار. لا فستانين، واحد ليا واحد لسميح. امرك. المتر يا جميل. ايه رأيك يا سميح؟ بيتاكل اكل، نظراته بتاخد العقل، ابتسامته بتسحر القلب. مش ليه حق احبه؟ مين ده اللي ليكي حق تحبيه؟ توفيق. اهلا وسهلا. مين ده يا ترى اللي حبه شاغل بالك؟ العصفور. عصفور؟ ما بتعرف العصفور؟ والله ما بعرف العصفور. احسن. ايوه العصفور كان عيان ودلوقتي الحمد لله. عصفور ايه؟ العصفور تبعه ما شفتوه؟ ابدا. احسن. احسن ليه؟ لانه لو شفته مش هتنام الليل. ايوه. ليه بقى؟ عشان حلو وجذاب. قصدها تقول انه صوته حلو كده. طيب مبروك يا سعاد، ولو ان العصفور ده هيخليني اغير منه. بتغار بس ما بيكفي، انت لو بتشوفه بتطير منه. يا ساتر يا رب، عصفور ايه ده اللي هيطيرني؟ يلا نروح لبابا. لو تسمح يا احمد افندي تبعت لنا القماش عند بابا. حاضر يا سعاد هاني. اعوذ بالله، ده شي توفيق ده غلس قوي، يعني ما يلاقيش غير الساعه دي ويجي فيها. سلم سلم عالحبايب، قلبي والله عالم دايم. سلم سلم عالحبايب، قلبي والله عالم دايم. روحي بتشكي وعيني بتبكي من حب شفت العجايب. يابا يابا سلم عالحبايب، يابا يابا سلم عالحبايب. شبكوني بنظرة وفتوني، غرقاني بهمي خلوني. شبكوني بنظرة وفتوني، غرقاني بهمي خلوني. وما بتشوف النوم عيوني، بمشي بدربي وفكري غايب. وما بتشوف النوم عيوني، بمشي بدربي وفكري غايب. سلم سلم عالحبايب، يابا يابا سلم عالحبايب، يابا يابا سلم عالحبايب. كتير قاسي علي زماني، بوعد الحسرة رماني. يا بابا عن قلبي بيعد خلاني، وحملني كل المصابي. يا ويل يا ويل يا ويل ويلي. سلم سلم عالحبايب، قلبي والله عالم دايم. روحي بتشكي وعيني بتبكي من حب شفت العجايب. يابا يابا سلم عالحبايب، يابا يابا سلم عالحبايب. سلم علي حب قلبي، يلي امبارح
هالحبايب يابا يابا سلم، هالحبايب يابا يابا سلم، هالحبايب يابا يابا سلم، هالحبايب يابا يابا سلم، هالحبايب. العلاج الوحيد انك ترفضه من المحل. قطع العيش وحش يا ابني، احنا ننزله المره دي. سعيدة يا بابا. اهلا وسهلا. هو مين ده اللي تنزلوه يا عمي؟ احمد مؤمن. ليه؟ عمل ايه؟ اهني قدام الموظفين. ايه ده من غير سبب؟ ايوه من غير سبب. هالحكي ما داخل عقلي. بتجيبوا احمد مؤمن لهون وبصير تحقيق. القماشة يا سعاد هاني. ميرسي. العفو. اسمع احمد افندي، انت اتفورت على زكي افندي ليه؟ لانه باع قماش شايط لواحدة خياطة غلبانة ومرضيش يرجعه. كده؟ وهو كان يعرف انه شايط؟ ايوه. كداب. متشكر، بس احب افهمك اني مش كذاب، لان جميل قالك ان القماش شايط وهيرجع المخزن وانت اللي ارغمته يبيع منه. انت بتتهمني بالغش؟ اذا كنت عملت كده يا زكي افندي تبقى غلطان. انا ما عملتش كده. مسألة بسيطة يا سيد. افندم ابعت لي جميل افندي اوام. حاضر يا افندم. الحكاية مش محتاجة لده كله، كفاية احمد افندي يعتذر للسيد زكي وما تتكررش الاهانة دي مرة تانية. انا ما اعتذرش عن حاجة ما حصلتش. تعال يا جميل افندم. افندم في اي خدمة؟ ايه حكاية القماش الشايط اللي بعتوه للخياطة؟ والله العظيم هقول الحق ومش هقول غير الحق. طيب قول الحق. اسمي جميل ابن رشيد ابن وجيه، عمري 29 سنة وماشي في 27، بشتغل هنا موظف. قلت لزكي افندي ايه؟ قلت له يا زكي افندي القماش ده صايط ومخزون وبيقول من الهوا دبنا وما يصحش بقى نبيع منه للزباين. وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين سخط فيا وقال لي مالكش دعوه، انت تنفذ اللي بقول لك عليه. وبعدين؟ وبعدين نفذ اللي قال لي عليه. ها؟ وخلاص. اظن ده كفايه عن اذنك عشان الريون لوحده. استنى شويه يا احمد افندي. انتوا زملاء في محل واحد ولازم تتصافوا. انا ما احملش في قلبي اي حاجه لاي مخلوق. وانا كمان. تبقى صافي يا لبن. بدك المساله تصير صافي يا لبن. عزومهم بكره على حفله عيد ميلاد سعاد. بالطبع كل موظفين المحل معزومين في الحفله. عقبال 100 سنه يا سعاد هاني. متشكره. وامتى يا احمد افندي؟ ما تنساش تيجي الحفله ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يا سعاد هاني. ميرسي. عن اذنكم. اتفضل. الغريبة ان كل الموظفين اللي في المحل بيغيروا من الجدع ده. لازم مجتهد. فعلا هو مجتهد ونشيط وامين. مشان هيك بدهم يطلعوه من شغله. يا حرام. سيبونا من الحكاية دي بقى. شبك يا سعاد منك مبسوطة؟ لازم تنبسطي. وتنبسط من ايه؟ مشان عصفور. عصفور؟ عصفور ايه؟ الله، انت ما تعرفش حكاية العصفور؟ ابدا. ايه الحكاية؟ يلا بينا يا سميح. ايوه يلا بينا. وبعدين يا عمي ابقى احكي لك حكاية العصفور. لا خليك انا عاوزك. احسن خليك، خلصنا منك. جميل، انا جات لي فكره. خير؟ ايه رايك لو اشتري هديه لسعاد بمناسبه عيد ميلادها؟ هديه؟ طب ما انت يا سيدي هتقدم لها بوكيه ورد. الورد ده لابد منه، لكن عايز اجيب لها جنب الورد هديه تليق بمقامها. وهو كذلك. هات لها، اقول لك هات لها قلبك، او ده احسن هديه هتسعدها في عيد ميلادها. يا اخي الواحد ما عارفش يتكلم معاك جد ابدا. اتكلم يا سيدي اتكلم. عاوز تجيب لها ايه؟ ايه رايك انت؟ جيبك عمران؟ الحمد لله. خلاص تعالى بقى نروح نشتري لها هديه تعيش معاها على طول وتفتكرك بيها دايما. تفتكرني بيها؟ طبعا. ما تعرفش ان الهدايا دي احسن حاجه تخش للقلب من غير باسبور، خصوصا اذا كانت من حبيب القلب.
يا حبيبتي الموجة. عندك حق، يلا بينا. يلا يا سميحة مع جميل، وين رايح؟ ندخل محل الهدايا اللي هناك ده، يمكن بده يشتري هدية لحدا. اعتمد الورا. لا لا بلاش، ما يصحش. ما انا كمان بدي اشتري لك هدية. مش عارفة ليه قلبي متاخد، هيدا حال المحبين عند التلاقي. ايوه خلينا مستنيين هنا ونشوفه لما يخرج. حالك عجب يا بنت خالتي، كيف بتحبيه من غير ما تلغيه وتنجيه وتعرفي احساساته؟ مش عارفة، لما بشوفه ما اقدرش اتحكم في عواطفي، زي ما بيكون سحرني. يا دلي يا دلي، اتمنى عواطفك وتعتمد في الورع على حد. خد لها الحلقة ده. لا انا عايز اخد لها البروش ده، هدية رقيقة تليق بجمالها. كويس، ما تنساش بقى تكتب لها عليه حبيتك من اول نظرة. يا جدع بلاش هزار، ما بهزرش يا اخي. اي خدمة يا هواني. فرجينا احسن هدايا عندك. سعد هانم. استاذ احمد انت هون؟ ايوه انا كنت فهمت، جاية تشتري هدية لجولية تبعك، ما هيك؟ ايوه هيك، انا كنت عايز اشتري هدية للانسة سعاد بمناسبة عيد ميلادها، ومحتار اختار لها ايه. هدية مشان سعاد؟ ايوه. لا ابدا، ما تكلفش نفسك. يا سلام، ده اقل واجب اقوم بيه في مناسبة سعيدة زي دي. مش ضروري هدايا، انا يكفيني شعورك. ده انا اللي بعتبر نفسي اسعد انسان في الدنيا، واكون سعيد اكتر لو اخترت الهدية بنفسك. ملوش لزوم وحياتك. يعني عايزة تكسفيني؟ لا ابدا، ده اهتمامك بيا اغلى هدية تقدمت لي في حياتي. صحيح، انت بتسعديني بكلامك ده. بسعدك. ايه رأيك في البروش ده؟ لطيف جدا. دي هدية متواضعة، اكون ممنون لو قبلتيها مني. يعني لازم؟ اذا سمحتي. تفضلي الوسط. اتفضلي مديرتك. بشاير الحفلة هلت بهالورد الجميل. سعاد، هيدا احمد اللي بعت الورد. ده احمد، هو صحيح بيفكر فيا. يا حبيبي يا احمد. براهنك على عمري يا سعاد. بتراهنيني؟ على ايه؟ على انه احمد بيحبك وبيهواكي. طب وايه اللي عرفك؟ لانه هالورد مثل رسالة الغرام، بيشرح لك فيه كل اللي بقلبه. صحيح، أنا مش مصدقة يا سميحة، مش مصدقة. هيدا الورد بيجمع بين ثلاث ألوان، اللون الأبيض علامة الإخلاص، واللون الأحمر علامة الحب، واللون الأصفر علامة الغيرة. غيرة؟ غيرة إيه؟ وبيغير من مين؟ من توفيق خطيبك. توفيق خطيبك؟ تفتكر كده؟ إحساسي بيقول لي هيك. طب وما بيصارحنيش ليه؟ ده حتى ما لمحليش انه بيحبني. احمد بيعرفك انك مخطوبة توفيق، واخلاقه العالية ما بتسمح له على انه يبوح بشيء حتى ما يفرق بيناتكم. تفتكري لو ما كنتش مخطوبة لتوفيق كان حط قلبه على ايده وقدم لك هو. يا سلام، يا حتة من فتلتي يا احمد. ورايا يا جدعان؟ ده ايه حاطير من الفرحة، فرحان بالنيابة عنك. عارف عشان يا احمد؟ عشان بعد شوية هنكون في حفلة عيد ميلاد موجة القلب. يا ترى الورد زمان وصل؟ طبعا وصل. انا بسمع بقى يا احمد، انا مش عاوزك تروح هناك تتلبخ وتتلخم، لا انا عاوزك تكون جريء. يعني هعمل ايه؟ يعني تعمل ايه؟ يعني تاخد منها معاد وتبوح لها فيه بحبك. انا شجعتي بتخني لانها مخطوبه. ده انا لو منك شجعتي ما تخنيش ابدا. ده انا الطفها من توفيق على طول. تفتكر انها ما بتحبش توفيق صحيح؟ يا سيدي القلب ما يشعش اتنين، وانا سبق قبل كده قلت لك انها بتحبك انت. يا ريت، بس مش متاكد. ما يلا بقى خلص اوام، خلينا نوصل قبل المعازيم ما يجوا. بس اسمع يا احمد بقى، انا عاوز لك تنفذ اللي قلت لك عليه، وانا متاكد انها هتفرمل توفيق وهتفتح لك قلبها وهتقول لك يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك.
اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا تيزا. امال فين سعاد؟ جوه اتفضل. ايه؟ ايش عم تفكري؟ مش عارفه ليه موهومه يا سميحه. موهومه من الفرحه اللي عم ترقص بعينيكي لانه احمد بده يشرف على الحفل الليله. سعاد مبروك يا سعاد، عقبال الف سنه، بس على شرط نكون مع بعض. متشكره قوي. اسمع يا توفيق، انا عايزك في حكايه مهمه بس لوحدين. ايوه تحت امرك، بس اما احكي لكم اخر نكته تهلك من الضحك. نكته ايه؟ مره واحد لبس بدله بيضاء طلعت ممششه. بقى هيدي بتضحك؟ هيدي نكته محمضه. محمضه؟ طب اسمعوا غيرها. مره واحد، لا لا لا، تعالى يا توفيق انا عايزك. يا سلام، مش جاي لها صبر، عايزه تبوسني على انفراد، بتحبني. اسمع يا توفيق. ايوه انا عايزه اكلمك في موضوع مهم جدا. اتفضلي يا حياتي. انت عارف انك خطبتني وانا لسه صغيره. ايوه. وطول المده دي بحاول انسجم معاه. وده احنا انسجمنا خالص. ما افتكرش، انا حاسه انه لو اتجوزنا مش هنكون موفقين مع بعض. بالعكس، هنكون اسعد زوجين في العالم. لا بتهيألك، احنا مفيش توافق بينا. انت تقدر تتجوز واحده تحبك وتسعدك. يعني ايه يا حياتي؟ ما بتحبنيش؟ حاولت كتير لكن. لكن ايه؟ انا بحبك، انا بموت فيكي. إذا كنت بتحبيني صحيح تفسخ الخطوب. يا خبر، إزاي الكلام ده؟ اللي بيحب إنسان يحب يريحه. أيوة بس مش بفسخ الخطوبة، يقولوا إيه الناس؟ ملناش دعوة بالناس، هما هيعيشوا معانا تحت سقف واحد. يعني دي رغبتك؟ أيوة. وبابا موافق على كده؟ بابا بيحبني وملوش غيري في الدنيا، وأي حاجة في مصلحتي يوافق عليها. بس دي صدمة كبيرة ما أقدرش أتحملها لوحدي يا سعاد، أنت قتلتيني بالتصريح الخطير ده. يا خبر، أفسخ الخطوبة؟ ما أتجوزكيش؟ دي مصيبة. ده رأيي الأخير. رأيك الأخير في إيه؟ فريد بيه، الحقني يا فريد بيه، تتصور إنك تبني عمارة زي عمارة الإموبيليا وبعدين تنهد فوق دماغك. فوق دماغي أنا؟ لا دماغي أنا. إيه الحكاية؟ سعاد عايزة تفسخ الخطوبة. إيه الكلام ده؟ صحيح يا سعاد؟ أيوة يا بابا. ليه يا بنتي؟ إيه اللي جرى؟ أنا شايفة إنه لو اتجوزنا مش هنكون موفقين مع بعض، وحاولت كتير إني أحبه مش قادرة. أنت فكرت كويس في الكلام اللي بتقوليه ده يا سعاد؟ طبعا يا بابا. اذا يا بنتي ما اقدرش ارغمك على الزواج. يعني ايه يا فريد بيه؟ بتوافقها على رايها؟ ده حرام عليك. الزواج اساسه المحبه والتفاهم يا ابني، وما دام سعاد شايفه انها مش هتكون سعيده وياك، ما باليد حيله، لازم تنتهوا من بعض. ده رايك، مش تفكر شويه؟ افكر ازاي؟ وانا اللي هتجوزك يا اخي؟ يعني خلاص مفيش امل. اتفضل الدبله بتاعتك. لا مش عايزها. الوداع يا مامي. سعاد سعاد، خلاص يا سميحة بقيت حرة. شو بقيت حرة؟ فسخت الخطوبة. حبيبي 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 ده جاي ده جاي جاي النهارده. أول ما قبله العين تشوفه حخلي الروح تضم طيب. أول ما قبله العين تشوفه حخلي الروح تضم طيفه. والقلب يسعد ويا قليبه، وتبقى فرحة الحب واحدة. أنا اتولدت بس النهار ده علشان حبيبي 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 ده جاي ده جاي جاي النهار ده. ليه متخبي وليه متداري واخلي
ليلي نهاري بشرح هوايا وعناي يا شهد انا اتولد بس النهار علشان حبيبي 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 ده جاي ده جاي جاي النهار ده حيبوح بحب وابوح بحب لما بقى جنبه ويبقى جنبي حيبوح بحب وابوح بحب وهني قلبه ويهني قلبه ونعيش في دنيا من المواد انا النار ده علشان حبيبي 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 حبيب ده جاي ده جاي جاي النهار ده بابو ايه الشياكه دي؟ انت بقى هتمسح كل اللي في الحفله يا راجل مش مبالغ تراهني على ايه؟ على ان سعاد اول ما هتشوفك بالوجاهه دي هتقع من طولها لكن في عاد هتستعجلنا ايوه جاي على قد الشوق الجاي في عيوني يا جميل مين؟ شفت افكار؟ احمد افكار؟ ايه اللي جابك؟ قلبي يا احمد مش طايقه فراقك اكتر من كده من امتى الكلام ده؟ انا عايشه في جهنم من يوم ما طلقتني احنا خلاص افترقنا ومش ممكن نرجع لبعض تاني تسمح يا جميل دقيقه واحده عايزه اكلم احمد على انفراده استنى يا جميل حاضر يلا يا جميل حاضر 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 دي مقابلة تقابلني بيها قدام جميل اخص عليك يا احمد ارجوكي انا ما عنديش وقت للكلام ده انا مرتبط بموعد مهم ولازم اروح وانا مش ممكن هخليك تنزل سامحني يا احمد انا غلطانة انا بتندم يا احمد وايه يفيد الندم بعد اللي حصل يا ما نصحتك يا ما فهمتك ان راجل شرقي ومحبش مراتي تخرج من غير اذني يا ما قلتلك تبطلي بهرجة واستهتار وتهتم ببيتك وجوزك لكن كل ده ما كانش بيهمك انت لك حق في كل اللي بتقوله انا مش جايه لك علشان نفسي انا جايه اتوسل اليك ترجعني علشان خاطر اخرت اللقطه دي بقى اما اشوف انت بتعيطي ليه بعيط على اسمك انا اللي جبت لنفسي ده كله لكن ذنبه ايه المخلوق البريء ده يتشرد بينا مخلوق مخلوق مين اللي جايه لك وعايزك تردني علشان انا مش فاهم حاجه ابدا بعد ما طلقتني حسيت اني انك ايه اني هجيب لك مولود حامل ايوه يا احمد ولما تاكدت اني حامل جيت لك ندمانه بنفسي علشان الولد يتربى بيني لا دي قلبت بغم طب وبعدين بعدين بعدين اجري على الحفله الحق العشاء قبل البوفيه ما يتسطر ولا بعدين ولا قبلين اهلا 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 وسهلا نورت وهدرت اهلا 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 وسهلا فيكم يا زوار يلا نرقص يلا نضحك يلا نرقص يلا نضحك يلا نغني كبار وصغار روحي عمال بتغني وقلبي عم يرقص عني روحي عمال بتغني وقلبي عم يرقص عني راح اغني واغني واغني زمر زمر يا زمر العمر مرة لا تنهم لا تزعل بالله يا عم
تعبتك والدم ولا تخلي فكرك محتار. أنسة سعاد، عيد ميلاد سعيد يا أنسة سعاد. متشكرة قوي. محدش جه معاك؟ أبدا، أنا جاي لوحدي. حتى فتشتينا هيك لك هيك هيك. قولوا لي أولا، البوفيه طبطب ولا لسه؟ لسه. بس كويس كده عشان أطمن على معدتي. أحمد منو جاي؟ منو جاي؟ في الحقيقة أنا جاي أعتذر بالنيابة عنه عشان حصلت له مسألة عطلته في آخر لحظة. تصوروا إنه بعد ما لبس وتأيف طبت عليه اللي ما تتسمى. شو هالخبرية؟ مين هاي اللي ما بتتسمى؟ أفكار، أفكار جات له وهو جاي على هنا. أفكار؟ أفكار إيه؟ أفكار متعبة جدا، حب يزوغ منها، عملت له حركة كماسة وطوقته من جميع النواحي، معرفش يفلفص منها أبدا. هي مين دي اللي معرفش يفلفص منها؟ مراته. مراته؟ هو كان مجوز؟ أيوة، هو كان متجوز ومطلع مراته من شهرين ثلاثة، ودلوقتي بقى رجعت له علشان يربها لعصمته. رجعها؟ وقبل يرجعها؟ في الحقيقة هو ما كانش عاوز يرجعها لأنها ست متعبة وكانت منسفة فريقه قوي، لكن أحمد بقى قلبه طيب خالص. ممنونين من هالخبرية السارة. يا إخواني اتفضلوا على البوفيه. اتفضلوا. إلى البوفيه. ما تزعل يا سعاد، هذا الشيء ما بقيه. دي صدمة كبيرة يا سميح. كل شيء بيتصلح. مشان تنسي أحمد، سافري معنا للبنان، هناك بتتسلي. فعلا، أنا لازم أبعد عن مصر، لازم أنسى. اتركي همومك هلا وقومي معي على البوفيه أحسن ما ادعوني لحظوا شيء. ما اقدرش اظهر قدام الناس بحالتي دي. وبعدين معي تشيليه من قلبك. يا ريت اقدر اشيله من قلب. علشان اذا كنت نايم تصحى بسرعه. يا سي احمد، ده انت اللي لسه نايم يا سي جميل. الله، ست افكار لمرجع. صباح الخير. صباح الخير يا سي جميل. صباح القشطه. وحياتك يا افكار، جيب لنا الشاي. حاضر. اتفضل يا استاذ. يا ترى عملت ايه؟ رحت الحفلة وهجمت لك على البوفيه وحطبت لك على ملاذ وصاب. واعتذرت عن عدم حضوري؟ طبعا، اعتذرت للسعاد وفهمتها ظروفك بالظبط. يعني عرفت ان كنت مطلق مراتي وردتها؟ يا سيدي، ويا ريتها ما عرفت. ايه، حصل حاجة؟ حصل، حصل انها كان هيغمى عليها من قوة الصدمة، وسابت المعازيم ودورت الجري على اوضتها ورمينها سميحة. صحيح، لكن قصدك ايه من كده؟ قصدي انها بتحبك وانها وطي صوتك. وهي اذا ما كانتش ست افكار بتحبك كانت رجعت لك تاني. قول له والنبي يا سي جميل. قلت له والنبي يا اختي،
بس هو اللي تملي ما بيصدقنيش وما بيفهمش قصدي. وهو مصلحته انه يكذب عليك. ايوه انا مصلحتي ايه في اني بكذب عليك؟ بقول لك بتحبك يعني بتحبك، وتلاقيها يا عيني ما نامتش امبارح من الصدمه اللي جات لها. صدمه؟ صدمه ايه؟ صدمه؟ انا قلت صدمه. امال قلت ايه؟ ابدا انا قلت فرحه، فرحه مش صدمه. فعلا انا عيني ما شافتش النوم من كتر الفرحه. كده؟ طيب يا ستي ادي احنا رايحين على شغلنا وانت شبعي نوم لحد ما ارجع. بس اوعي تحلمي بكابوس. لا اطمن مش هتحلم بيك. صباح الخير. صباح الخير. اتفضل اقعد. تعرف اننا مسافرين على جبل لبنان بعد يومين؟ ايوه اعرف، ولو اني كنت احب انكم تقعدوا هي انا اكثر من كده. بيصير مثل ما بتريد اذا نفذت شروطاتي واقتراحاتي. انفذ شروطاتك واقتراحاتك؟ اموري انا انفذ. نستنى هون لحين ما نقطع باسبور لسعاد علشان بدها تسافر معنا. ازاي كلام؟ ونقطع ربعي عن سعاد؟ منيح، تقطع باسبور الك وباسبور لسعاد وبنسافر كلنا سوا. لكن ما اقدرش اسيب المحل. اذا ما بتقدر يا عمي خليها سعاد تسافر معنا وبترجع صحتها مثل الحديد. انت عايزه تسافر يا سعاد؟ ايوه يا بابا، عايزه اغير الجو لان اعصابي تعبانه شوي. تعبانه؟ تحبي اجيب لك حكيم يا بنتي؟ انا الحكيم تبعك، ووصلت لمناخ لبنان شهر واحد، مشان تنسى مساله فسوخة خطوبتها، وطبعا انت ما عندك مانع. لا ما عنديش مانع ابدا، اللي رايح سعاد يريحني. كتر خيرك يا بابا. انا من بدري بكره هسعالك مساله الباسبور، لكن تسافروا في المركب مش في الطياره. امرك يا بابا. انا جيني اعز منك يا بنتي. اول ما توصلوا ابعتوا لنا جواب. اوعوا تنسوا الجوابات مجرد ما توصلوا. مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. ما تفكري فيه؟ مش بايدي يا خالتي، لما بشوفه ما اقدرش اتمالك عواطفي. راح بالنار العشق يا بنت اختك. لكن رايح فين ومسافر على فين؟ يمكن عرف انك مسافره واجا تيشوفه. مش بعيد يا سميحه، روح شوفيه قاعد فين ومع مين. مش يكون مع مرته وجوز يكون غير كده. مش يمكن جميل بيكذب علينا يكون احمد مش متجوز ولا حاجه. وليش تيكذب؟ هيدي اوهام الحب يا عاشقه. بدك تتاكدي؟ روح تدور عليه وبجيبه لهون ونفهم منه كل شيء. صحيح تقدري؟ حاول، بس إذا كان متزوج بكون هالمقابل الوداع الأخير. وإن كان مش متجوز؟ اتركيني بقى أصارحه بحبك إله عشان ما تتعذبي أكثر من هيك. هيدي عين الصواب، حتى تنتهي المسألة يا هيك يا هيك. لحظة. أستاذ أحمد؟ أنيسة سميحة؟ شو هالفرصة السعيدة؟ انتوا مسافرين على فين؟ مسافرين لاسكندرية ومنها إلى لبنان بالباخرة إن شاء الله. كده؟ وإزاي سعاد هاني؟ والله صحتها متوعكة شوي، ومسافرة معنا للبنان مشان تتغير الجو. مسافرة؟ أنا عم فكر إنه تيجي تقعد معنا شوي بالصالون أحسن ما تقعد وحدها. بس يعني ما في تكليف، تفضل تفضل. ما فيش مانع. نهاركم سعيد. سعيد مبارك. تفضل. متشكر. اهلا وسهلا. بعرفك يا استاذ احمد بامي، بتعرفك من قد ما نتحدث عنك. تشرفنا. تفضل يا عيوني. وليش ما جيت بعيد ميلاد سعاد مع موظفين المحل؟ انا اسف، كان بودي احضر لكن حصل لي ظرف طارئ. على العموم انا شاركت سعاد هانم في الحفله. متشكره قوي على الورد، لك ذوق جميل في اختيار الزهور. العفو، دي تحية بسيطة. والأنسة سعاد هتقعد في لبنان كتير؟ تبع الظروف لحد صحتي ما تتحسن. سلامتك، ألف سلامة. والأستاذ أحمد مسافر لوين؟ مسافر طنطا. والدي بعت لي تلغراف إنه عيان جدا ورايح أشوفه.
وليش نخت مرتك معك؟ والله قلت في الأول أروح أطمن على صحتها. الله يشفيك. بدي أسألك سؤال يا أستاذ أحمد بس من غير إحراج، بتجاوبني؟ تفضل. ليش كنت دشرت مرتك؟ دشرتها؟ يعني طلقتها؟ والله ما كانتش مريحاني، وأخلاقها مش متفقة مع أخلاقي، ولما يأست من إصلاحها طلقتها، وبعد 3 أشهر تقريبا جاتني ندمانة ووعدتني إنها هتعيش معايا بما يرضي الله، عشان كده رديت. خير ما عملت، أنت قلب ثواب كبير عند الله. سامحني يا أحمد، سامحني يا أحمد، أنا قسيت عليك كتير، ومراتي ظلمتك كتير. ما تفكرش في الحاجات دي يا والدي، إحنا ما نستغناش عن بعض أبدا، بس شد حيلك. الشد على الله يا ابني، يلا حسن الختام والبركة فيك. ربنا يشفيك ويكتب لك الصحة والعافية. ربنا ما فيش أكرم منه على عبيده، ولكل أجل كتاب. بس وصيتي لك يا ابني إنك تسامح مراتي وتخلي بالك منها. محدش بيملك من امر نفسه حاجة. اللي زي مرات ابوك يعني تورث قد ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه افكار؟ وده وقته. اسمحي احمد، انا عايزك تفتح كويس ساعة تقسيم الميراث. بدل ما تتكلمي على ثروته اقري على روح الفتح احسن. ده انا هقرا على روح الفاتحه قوي علشان خاطر عيون ثروته. انا بقدم استقالتي لسيادتك وكل اسف لترك عملي هنا، لان هستغل ميراث والدي وافتح محل تجاري لحسابي. ربنا يوفقك يا ابني، واتمنى لك كل خير، وتاكد انه لو ما كانش كده كان مستحيل افرط فيك ابدا. انا متشكر جدا. مع السلامه، خلينا اشوفك ان شاء الله. بالعكس، انا متحشتغل موظف بسيط في محل اخونا احمد مؤمن الجديد. انا هشتغل وكيل المحل. لا، مش هشتغل وكيل المحل، هشتغل مدير المحل. وانتوا مش فاهمكم في اصول التجاره اذا كنت انت ولا سي احمد بتاع. على الاقل احنا ما نعرفش نغش الزباين زي سيادتك. اخرس، بلاش قله ادب احسن اذيك. يعني هتعمل فيها ايه؟ هتنفدني؟ انا مرفوض جاهز، انا مقدم استقالتي مع اخويا احمد مؤمن ب60 داهيه. اذكرك. مع السلامه يا استاذ احمد. متشكر يا اخي، حفظ الله. الله يحفظك. مع السلامة يا استاذ احمد، خلينا نشوف. ان شاء الله. اهلا زكي، اظن دلوقتي صافي يا لبن. طبعا طبعا، احنا اخوات يا اخي. مفيش حاجة في قلبك من ناحيتك؟ لا ابدا مفيش حاجة. طيب يا اخي، السلام عليكم. مع السلامة. يلا يا جميل. في واحد هنا اسمه احمد مؤمن. ايوه يا فندم. استاذ احمد يلزم خدمة؟ تلغراف علشان. تلغراف؟ كويس خالص. مين مات بقى الدور ده؟ هتقول الثاني يا عم. علمت من الجرائد بوفاة والدكم، ألهمكم الله الصبر والسلوان، وأسكن الفقيد فسيح جناته. شو آخرة هيدا يا سعاد؟ جاي لهون مشان تعيشي على ذكرى أحمد وتزيدي نار الهوى نار؟ مش قادرة انت، افكاري كلها عايشة معاه. انا حاولت كتير ادفن حبه في قلبي ما قدرتش. انت خيالية كتير، هيدا حب من دون امل، لا تتشعلقي بحبال الهوى. غصب عني، ده اول حب دخل قلبي وحيكون اخر حب في حياتي. انا مش قادرة اتصور انه حيجي يوم عليا وانسى احمد. انت لو بيصير لك شي لا سمح الله ما بينفعك لا احمد ولا بلوط، فاهمة شو عم بحكي؟ ايوه فاهمه. وهلا مشي معي على البيت ولا تفكري غير بصحتك وشبابك. بتحب تسمعي مني يا زنادره؟ احكي دخل صرنيتك يمكن تفتح نفسنا للاكل. اذا كان منشان بفتح نفسك للاكل ما نحكي شي.
لك ليش يا أسعد؟ مشان نفسك مفتوحة جاهزة وننفتحت أكثر من هيك بخاف لا تزلطينا فوق الأكل. ليش ما بتاكلي يا بنتي؟ ماليش نفس. بفتح نفسك بنكتة مصرية جديدة بتحبي تسمعي؟ اتفضل يا عمي. واحد اشترى ساعة رماي مضمونة 10 سنين من محل، مفهوم؟ مفهوم. هو اشتراها من هون وهي وقفت من هون، مفهوم؟ افهمنا وقفة. وبعدين رجع للساعاتي وقال له كيف ساعة رماي مضمونة 10 سنين وبتوقف بعد 10 دقايق؟ قال له ساعاتي وقفت. قال له ايه وقفت. قال له زمر لا بتمشي. منيحة يا بي منيحة. لا هيدي منا منيحة، هيدي نكتة بايخة، لانه سعاد ما بيحكي. شو بك يا سعاد؟ ولا حاجة يا عمي. وليش ما عم تاكلي يا بنتي؟ اصلي شبعانة. ما عجبك الاكل؟ عجبني قوي بس. اتعشي يا سعاد، سدي رمقك. لما اجوع باكل، عن اذنكم لاني تعبانة. حبيت والحب رواية
عزايا حلوة بدايتها أمر في نهايتها حلوة بدايتها أمر في نهايتها درواية حبي عيدها وهنيني درواية حبي عيدها وهنيني يا قريب برافو. انت جيت امتى ومراتك فين؟ مراتي طلقتها. طلقتها يعني بتحبيني؟ انا كمان بحبك. بتحبيني صحيح؟ انت لسه بتسألني يا حبيبي. انا حبيتك من اول ما شفتك. وانا كمان حبيتك من اول ما شفتك. وليه ما صرحتنيش؟ ليه ما قلتليش انك بتحبيني؟ لو كنت فهمتني كده ما كناش تحرمنا من بعض المدة الطويلة دي كلها. كل شيء في الدنيا له وقت وأوان، وإحنا لو كنا انحرمنا من بعض أهو جه الوقت اللي هتسعد قلوبنا بنعيم الحب والسعادة. يعني مش هنبعد عن بعض بعد النهاردة؟ أبدا يا حبيبتي، مفيش قوة في الوجود تفرقنا عن بعض. يا حبيبي سعاد، مين هالشاب؟ سميحة، ده أحمد. أحمد جه من مصر علشاني. لشو أحمد؟ أيوة، أحمد مؤمن. لشو أحمد؟ يا ملائكة، يا سماوات، هيدا منه أحمد، استرها يا الله. سعاد محروسة بعناية الله، انت جيت منين يا زلمة؟ انا ما علي حق، اجت هالمدموزيل وسألتني عن مرتي، قلت لها طلقتها. يحرق هالعشق اللي لخبط عقلاتها. سعاد حبيبتي، بتريدي احملها معك على البيت؟ اي والله بكون منونة. هيدا انهيار عصبي من اثر صدمة عنيفة هزت عواطفها، لازم ترتاح وما تفكر بشيء. شو فكرك يا برهوم؟ فكري نبعث مكتوب بيها نعلم بمرضها. أنا رأيي نسفرها مصر عند بيها، لأنه لو عرف بمرضها راح يكون زعلان منا كتير. هيدا عين الصواب. إذا بسافر أنا وبنتي معها. لازم إحضار الدواء هلا، ما في مانع. خاطركم. مع السلامة. سعاد. أحمد. اصحى يا احمد. قوم بقى يا اخي، ما تبقاش خمنوه. يا سلام عليك يا افكار. مش عارف ان النهارده الجمعه وده اليوم اللي بستريحه في البيت. طب خليك نايم بقى وانا رايحه للخياطه. هو كل يوم خياطه؟ حتى يوم اجازتي مش عايزه تقعدي معايا في البيت؟ ليه؟ خايف تقعد لوحدك؟ برضه ده رد ترديه عليا؟ ثم ايه الفستان اللي انت لابساه ده؟ ماله؟ انا مش قلت لك 100 مرة ما تخرجيش بفستان مكشوف بالشكل ده؟ اه كل الستات بتخرج كده واكتر من كده كمان. احنا مالناش دعوة بغيرنا، احنا ناس بنخاف ربنا، والست ما يصحش تتعرى بالشكل ده، ده حرام حرام. لا حرام ولا حاجة، انت اللي حنبالي بس زيادة عن اللزوم. خليك مودرن وساير الزمن. هو المودرن ان اسيبك تخرجي عريانة عشان الناس تبحلق فيكي بعينيها؟ يعني عايز نلبس حبره ويشمك واخرج في الشارع زي خيال المآتة؟ نوري عليا، مش عاجبك كلامي؟ ايه العفو، ودي تيجي يا شيخ احمد مؤمن. طب اقلع الفستان ده حالا دلوقتي. وبعد ما اقلعه اعمل فيه ايه؟ ارميه من الشباك؟ احدفه في الشارع؟ تقطعيه وما تلبسهوش تاني ابدا كده اهو. دي اخر مره انزلك فيها وانت حره بعد كده. ايه نتيجة الكونسلت يا دكتور؟ وعندها ايه؟ أعصابها منهارة ومحتاجة لراحة تامة. منهارة الأعصاب ده يجي منين؟ بنتك بتعاني أزمة نفسية شديدة جدا، ومن رأيي إنها دايما تعيش في جو مرح. دي مسألة بسيطة نقدر عليها. خليها تضحك كتير وتكون مفرفشة، ده العلاج الوحيد.
اما الادويه اللي كتبناها فدي وسيله تساعد على تحسين حالتها. يعني دايما خليهم فرفشه وبتضحك. اذا كان على كده انا مستعد اعمل لها اراجوز. خلاص شطبنا النهارده وبكره الجمعه عندي اجازه، وبعد كده هعزمكم على حته ندفة فيلم انما يفطس بالضحك، وبعد كده هنروح نشم هوا في حديقه الحيوانات. اشمعنى يعني جنينه الحيوانات؟ عشان يحشوني هناك في قفص القرود. دمك خفيف تتمسخر على حالك؟ لا والله انا بتكلم جد، تحب اقلد لكم القرد؟ ايه فرجينا بحياه ربك. انا هوريكم. ازيك يا خالتي؟ عمتي في البيت بتسلم عليك. بتفضلوا صغير احسن، بتوحشينا قوي. شو عمتك؟ من فصيلة هالغوريلا؟ مال اسمها شمبانزي هانم. ازاي ضخمتك؟ اتفضل مصروف النهارده عشان تشتري بيه بونبوني يا نحيل القوام. خد خد ما تسيبش جنب الحيط احسن تدوس لك ترماي ولا حاجه. بس كيف الفيل بيفهم الحكي؟ اصل متربى في رط الاطفال. يحرق عمرينك يا زلمه، والله دميتك مثل السكر كده. ايه ما دام مثل السكر ادوب انا. عشر مئة مرحب على عيونك يا خيتي. امال فين سعاد هاني؟ نايمة بأوضتها، تريد اصحي لك اياها؟ لا لا خليها مرتاحة احسن، دي فرصة عشان اكلمك على انفراد. بتريد خدمة؟ ايوه خدمة كبيرة قوي، والخدمة دي في ايدك انت. شو بتريد؟ انا بحب سعاد وعايز اتجوزها. ها؟ سعاد مين فكرة بالجواز ابدا؟ انت تقدر تقنعيها والبركة فيك. ارجوك ما تفتح لها السيرة، لان سعاد ما بدها تتجوز ابدا حتى ولو كان ملاك نازل من السماء. أنا بعرف سعاد أكثر ما بعرف نفسي، عن إذنك مشان أصحيها. ألو، أنا أحمد مؤمن. وضحت؟ جابت ولد؟ متشكر يا دكتور، أنا جاي حالا. اسمع يا جميل، أنا رايح المستشفى، خلي بالك من المحل يمكن ما أجيش طول النهار. خير إن شاء الله. مراتي جابت ولد. ولد؟ ألف مبروك. ابقى سلم لي عليه. يوصل. إذا عوزت أي حاجة اضرب لي تليفون. وهو كذلك. أهلا وسهلا، إزاي الصحة؟ كيفك أنت؟ الحمد لله، وإزاي سعاد هانم؟ نشكر الله. يلزم أي خدمة أقوم بيها؟ بريد كلفة مشان فستان، رحت لعند جوز خالتي ما لقيت عنده، قد يمكن ألاقي عندكم. بكل سرور. جميل أفندم، شوف سميحة هانم، من عليا الاثنين. أنا كان بودي أخدمك بنفسي. انما انا مرتبط بموعد مهم ولازم امشي. توصل بالسلامة. اتفضلي. يا سلام، ده الشيخ احمد هيطير من الفرحة. ليه؟ مراته جابت له ولد. ولد جابت له ولد؟ وانا متأكد ان الولد ده هيطلع حلو وظريف زي تمام. عارف عشان ايه؟ عشان خاطر مرات احمد كانت بتتوحم على جمالي انا. اذا كانت وحمت على جمالك يجب على احمد انه يشكر الله اللي جابت له ولد، لانه لو جابت بنت كانت حتبور وما حدا حيتجوزها مشان جمالك الفاقع. يا سلام، متشكر جدا، ده من ظرفك انت. كويسه قوي. ما دام عجبتك النكته دي اقول لك اقدح منها. مره واحد قابل واحد صاحبه في شهر رمضان، قال له ها ازاي حال الصيام وياك؟ قال له والله انا فطرت اول يوم ما تعبتش، قلت في عقلي بالي يا واد افطر على طول. كويسه النكته دي؟ لطيفه قوي. انا مستعد اقول لك نكت طول حياتي واخليكي ما تبطليش ضحك ابدا. متشكره قوي يا زكي يا فندم. الله، ما بلاش زكي يا فندم دي بقى، قولي لي زكي بس، زكي حاف من غير غموس، وانا واثق انها هتطلع من بقك زي الشات. ايوه بس.
بس ايه يا سعاد هاني، انت مش حاسه بيا، انا بحبك ومش قادر اعيش من غيرك. صحيح انت غنيه وانا فقير، لكن الحب هو الشيء الوحيد اللي عمره ما فرق ابدا بين غني وفقير. ازيك يا فندم؟ ارجوكي سيبيني اكمل كلامي. انت الانسانه الوحيده اللي هتردي لي حياتي، ولو قبلت تتجوزيني هتردي لي روحي وحياتي. اتجوزك؟ انت بتقول ايه؟ بقول انك لو قبلت تتجوزيني هكون خدام الارض اللي تحت رجليكي. ارجوك شيل الفكره دي من دماغك، انا مش ناوي اتجوز ابدا. انت بتحكم عليا بالاعدام يا سعاد هاني، وانا لا استحيل اتجوز غيرك حتى لو عشت طول حياتي عازب. سميحه انت جيتي؟ جيت بعد ما لفيت الدنيا على الكلفه المطلوبه. انا همشي بقى، استاذن انا. بكير يا زكي افندي، لسه ما شفتك. معلش وقت تاني. رفار، مع السلامه. الله يسلمك. وريني الكلفة. انت جبت الكلفة من عند احمد؟ احمد؟ ايوه. وليه ما كنتش عايزاني اعرف انها من عنده؟ لا ابدا، بس رحت لعند ابوكي. مال ايه؟ جبت من عنده. شفتي احمد؟ لا ما شفتي. الله، مالك يا سميحة زعلانة من ايه؟ ماني زعلانة. سمعتي حاجة تضايق عن أحمد؟ لا أبدا، بس أرجوكي ما تفكري بأحمد بعد هلأ، شيليه من فكرك، اقطعي كل أمل بينك وبينه. إيه الحكاية يا سميح؟ بالأول كان عندي أمل إنه أحمد يمل من تصرفات مرته ويطلقها ويتجوزها، أما هلأ ما بقى يقدر يتركها أبدا. مين اللي قالك الكلام ده؟ شفت أحمد وعرفت إنه مرته جابت له ولد، يعني صار أب. أب؟ من
علاجك الوحيد انك تتجوزي غيره، بهالطريقه بتنسيه وموجود من يحبك ويهواكي ويتمنى يكون رهن اشارتك. فعلا انا لازم اتجوز. تفضلي يا ست خد البس الكرافطه السودا دي. ليه؟ حد توفى؟ خلاص مات، توفى الى رحمه الله تعالى. مين هو؟ شوف صوره الجنازه دي. سعاد اتجوزت زكي؟ ازاي الكلام ده؟ ما بقاش فيه في الدنيا مستحيلات يا سي احمد. ايوه مالك اتفرجت كده ليه؟ معلش يا سيدي، انا عارف انك لسه بتحبها ومش ممكن تنساها، لكن بقى ده شيء مش بايدك يا سي احمد. لا يا جميل، دلوقتي هيكون بايدي، هحاول ما افكرش فيها لانها اصبحت ملك غيري. ايه الرقصة اللي تهوس دي؟ يعني عجبتك؟ ده انت تعجبي الباشا. يعني ما عجبش حد. ايه رأيك في الهدية دي بقى؟ الله، دي جنان. يعني ذوقي جميل.
جدا بالزهر غالية قوي. ما يغلاش عليك غالية حلوة. طبعا انت اتجوزت بنت صاحب المحل. وليه ما تقوليش ان بقيت صاحب المحل؟ ازاي؟ فريد ابو مراتي مسلمني كل حاجة من ساعة ما اتجوزت بنته. يبقى ليا حق غير من مراتك. الجواز مصلحة، لان كلها سنة ولا اتنين وابوها ينتقل الى رحمة الله، وانتقل انا بثروته كلها الى احضان حبيبتي فيفي. متو كده؟ طيب احجز لي نص الكمية. ولا عربون ولا حاجة يا اخي، ده انت اسمك في السوق وسمعتك زي الالماظ. العفو العفو، ده انا اللي متشكر. سلام عليكم. مش كمل واجب انك تكتب معاه شروط؟ شروط؟ يا ريت كان عندنا كم زبون بالشكل ده. الو، محلات فريد، حضرتك ازيك يا فندي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا سيد مصطفى؟ كده احمد مؤمن خد نص الكميه. خدها بسعر كام؟ طيب انا موافق، احجز لي النص التاني. شروط ايه يا راجل؟ هو احنا نعرف بعض من النهارده؟ طبعا طبعا يا اخي انا موافق موافق. رباط. احنا كنا بنقول ايه؟ اسمعوا، انا عايز البضاعة اللي مش داخلة التسعيرة ترفع تمنها بنسبة 20%، مفهوم؟ مفهوم يا مفهوم. بالعكس، لازم نبيع البضايع باسعار متهاودة عشان يزيد الاقبال، وبكده نقدر نبيع اكبر كمية من الاصناف، لان البيع الكتير بمكسب قليل اربح من البيع القليل بمكسب كتير. اهو كده الحدائق. يلا بقى اي خدمة تانية؟ لا مفيش حاجة، ميرسي. صباح الخير. صباح الخير. ايه عملت ايه؟ كل حاجة ماشية عالوة الحمد لله. أنا انتهيت من تصميم جزء كبير من الموديلات الجديدة. شيء جميل، موديلات مبتكرة. ولسه الباقي اللي بنشتغل فيه. احنا عايزين نثبت في المعرض ده إن الذوق المصري أحسن بكتير من الذوق الأجنبي. إن شاء الله هنقدم موديلات فساتين نسبق بيها موديلات أوروبا، وإحنا اللي هنخليهم يقلدونا. ده اللي أنا عايزه، لأن العالم دلوقتي أصبح ينظر لنا كأمة ناهضة لها كيانها وحريتها. اطمئن يا أستاذ أحمد، أنا هكون عند حسن ظنك. متشكر. قول لي يا أحمد، أنت اديت عربون للتاجر بتاع صحنة السكروطة؟ لا ما اديتوش، ليه؟ الحمد لله. اسمع، طاهم بقى على سعر البضاعة دي. إيه السبب؟ أنا عرفت من مصدر موثوق منه إن في خمس مراكب تانيين غير الخمسة الأولانيين بتوع مصطفى فهمي محملين سكروطة. عارف يعني إيه؟ يعني الصف هيبقى مرطرط في السوق وبالتراب الفلوس. لكن أنا اديته كلمة. الحاجة مستحيل، وانا ما اسمحلكش انك تكون اخلاقك بالشكل ده، الانسان بيتربط من لسانه. متاسف، انا بس علشان خاطر عارف انك هتخسر خساره كبيره جدا لو تمت الصفقه دي. لازم تفهم ان التجاره مكسب وخساره، وانا لما اخسر كل ثروتي ما غيرش كلامي. يا سيد مصطفى، انا بعتذر لك عن شراء نص شحنه السكروت. افندم، لا مش لازماني، انت مش عارف ان في خمس مراكب تانيين غير بتوعك جايين في السكه ومحملين سكروتها برضه؟ يعني سعرها هيبقى برخص التراب. هي دي كلمة الشرف بتاعتك يا سيد زكي؟ طيب معلش، أنا هتحمل البضاعة. لا يا سيدي، أنا ما أقدرش أنزل السعر لأنه متكلف عليا كده. إذا حبيت تديني نص الكمية بنص تمنها أشتريها وأمر إلى الله. يعني مش عايز؟ على كيفك، أنت حر. رباط. تصوروا إنه عايز يستكردني ويضحك على عقلي زي ما ضحك على عقل أحمد مؤمن ولزق له نص كمية السكروتة. ايوه، لكن الواحد لازم يحترم كلمته. بالعكس، الواحد لازم يزور عند اللزوم. لا يا ابني، انت غلطان. صحيح انت كسبت فلوس، لكن خسرت ثقة الناس، ورأس مال التاجر هي الثقة. نهايته، نقفل الموضوع. انتوا دريتوا ان احمد هيعمل معرض للازياء؟ ليه؟ هيعرض فساتين؟ ايوه يا سيدي، وانا متوقع له الفشل الذريع. ليه تكره الخير للناس؟ ليه ما تتمنلوش النجاح؟ انا بتمنى النجاح للناس اللي عندهم عقل، اما الغشيم اللي زي سي احمد مستحيل ينجح في اي عمل. انا مش من رايك يا زكي، انا متاكد من نجاح احمد ان شاء الله، وده احنا رايحين المعرض ونشوف اذا كان يفشل ولا ربنا يكتب له نجاح. ازيك يا سيد فريد؟ الله يحفظك. ايه رايك يا بطل ان الخمس مراكب اللي قلت لي عليهم محملين سكروته طلعوا شاش؟ شاش؟ ايوه شاش،
واحمد مؤمن اللي هيكسب مكاسب هايله من السكروته اللي اشتراها منه. ليه؟ هو اشترى الكميه كلها؟ طبعا، الراجل الدغري اللي زي احمد هو اللي دايما ينتصر. عن اذنك يا جامد. مبسوط يا استاذ زكي؟ يعني فكرك ان احمد هيفوز بالسكروته لوحده؟ فاز واللي كان كان. طيب انا هعرف ازاي اخد منه نص الكميه. ما بقاش ذكي ان ما عملتهاش. ازيك يا سيد زكي؟ ازيك يا عمي؟ الله يحفظك يا ابني. اقدم لكم افكار مراتي سعاد هانم. تشرفنا يا هانم. اهلا وسهلا. ميرسي. ما تتفضلوا تقعدوا معانا. نقعد مع بعض قوي لاني زعلان من احمد وعايز اعدي. ليه لا سمح الله؟ لانك يا اخي من النهارده فتحت المحل محدش شافك. ايه الحكايه؟ انت عارف اشغال الواحد كتير وانا ما استغناش. انا سعيده جدا بمعرفتك يا سعاد هانم. ميرسي قوي. سيداتي، انساتي، سادتي، تتشرف إدارة محلات أحمد مؤمن بأن تقدم لكم أحدث الأزياء في هذا الموسم، ولنبدأ الآن. فستان صفور، كاروهات أصفر وأسود، صوف خفيف، جيب كلوش، ومن الأمام لسي سولاي. الكورساج بكم جابوني طويل محلى بستة زراير كبيرة مكسوة بالقطيفة السوداء. من الخلف كسرة على شكل سفرة يغطي الرأس بشرب أصفر. تيار جوغ بنفسجي غامق جيب كلوش. الجاكيت بياعة مرتفعة ويقفل بزراير كبيرة من الصدف مشغول بالقصب الذهبي والفضي ومرصع بقطع من الصدف الجميل يغطي الرأس تربون من التيوب البنفسجي ويحلى بدبوس من اللوز. الشنطة على شكل علبة من لونين معدن ذهبي مع العاجل بني. فستان سواري أبيض جيب دوبل كلوش واسع جدا من قماش ستان دشاس يعلوها كلوش بكسرات ويقفل من الخلف بفيونكة عريضة. كورساج عاري الأكتاف ويلبس معه بليرو بأكمام طويلة والكل من القماش الحرير المطرز بالقصب. الرأس يغطيها طرحة من الدانتيل الأبيض. بلطو إيفازي من القطيفة البيضاء الأكمام جابوني بصفرة دايرة تقفل من الأمام بإشارب طويل من القطيفة السوداء المحلى بها الصفرة والأكمام. فستان كوكتيل أحمر وأسود قطعتين من قماش السيريه اللامع جيب دوبل كلوش. الكورساج بدون أكمام البليرو بياءة عالية وكم طويل. الشنطة من الأنتيلوب الأسود كروازي بفرنسا. موديلات مدهشة يا أستاذ أحمد. عجبتك صحيح؟ في منتهى الذوق والجمال. برافو يا أستاذ أحمد، ذوقك سليم جدا. متشكر. تسمح تحجز لي البلطو والفستان الاخير يا استاذ احمد؟ بس كده بكل سرور، وبكره يكونوا عندك في البيت. دول هيكونوا عليكي شيك جدا. لازم نشوفك بقى وانت لابساه ان شاء الله. طب ايه رايك يا استاذ احمد لو تتعشوا معانا بكره؟ والله عافيني، مفيش لزوم. مفيش لزوم ازاي؟ لازم تتعشوا معانا انت والهانم. الهانم ما عندهاش مانع. ابدا، بكل ممنونيه. خلاص يا استاذ احمد، الهانم موافق وطبعا انت موافق كمان. طبعا، علشان عايز اتكلم مع سعاد هانم بخصوص الموديلات. اذا احنا في انتظارك. مساء الخير. يسعد مساك.
كويس انك جدت. يلا بقى غير هدومك علشان نروح لسعاد. مش هقدر اروح عشان تعبان شويه. الله، هو ده وقت تعب؟ ويعني بايدي. لكن الناس مستنييننا يا احمد. معلش اعتذرهم بالتليفون واديني اسبرين اوام. يا دماغي. مش تستنى شويه يمكن الاسبرين اتفوقت؟ مش معقول. ما خدها بالميه. نهايته. الو، سعاد هانم موجوده؟ انا افكار. اهلا افكار هانم، يا مساء الخير. عيان ازاي الكلام ده؟ لا 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 لا، ملوش حق يعني النهارده. على العموم سلامته، بس انا زعلان اللي ضاعت مني الفرصه السعيده دي. قصدي كنت عايز اقتنس بيكوا الليله دي. كنا عايزين نقضي مع بعض ليلة من أسعد ليالي العمر. طيب ما تيجوا انتوا شوية. أيوه نيجي أوي. يا سلام، أنا أتمنى أشوفك كل يوم كل ساعة. أنا مش عارف قلبي ليه انفتح لك بالسرعة دي. من إمتى؟ من ساعة ما شفتكوا في المعرض. بعد ما عندنا. أنا كمان قلبي انفتح لكوا أوي. انتوا لو شرفتونا النهاردة حكون سعيدة جدا. ده انا اللي حكون سعيد الحظ. يا سلام، ده انت الرقة، ده انت الظرف، ده انت الانس اللي في الدنيا كله. وانا حاجيني نوم لما اطمن على صديقي. انا جاي حالا. فرفار بتتكلم مع مين في التليفون؟ دي افكار مرات احمد بتعتذر عن العشاء عشان احمد عيان. عيان؟ ايوه، ومن الواجب نروح نزوره احسن بعدين الفرصه تروح مني. فرصه ايه؟ عايز ابلفه عشان اخد منه نص كميه السكروت. هو انت كنت عازمه عشان كده؟ امال يعني عشان سواد عيونه؟ افتكرت عازمه عشان الصداقه والزماله اللي بينك. صداقه ايه وزماله ايه يا هاني؟ المصلحه، المصلحه قبل كل شيء. ما كنتش عارفه. جاتني فكره، هو عيان ودي مناسبه كويسه قوي عشان نزوره ونطمن على صحته. يلا يلا استعدي للخروج. لا روح انت، انا مش هقدر اروح. ودي تيجي يا حلوه، مش عيب تعرفي ان احمد عيان ولا تروحيش تزوريه. انت عايزه مراته تاخد على خاطرها منك؟ لا لا، لازم تقومي بالواجب. يلا 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 بينا يا حلوه، يلا نروح. يلا 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 كده يلا كده عشان مراته ما تزعلش. سلامتك يا استاذ احمد. متشكر يا سعاد هاني. ما جبتش دكتور كشف عليك ليه؟ مفيش لزوم لدكتور، ان شاء الله بكره ابقى كويس. اصل احمد عمل مجهود كبير قوي في المعرض. فعلا. اللي قول لي، عملت ايه مع التاجر بتاع السكروته؟ خدت منه الكميه كلها. تعرف انه كان عايز يوقعنا ببعض، لان بعد ما حجزت منه نص الكميه واتفقت معاه على السعر، رجع تاني في كلامه وباع لك الكميه كلها. غريبه، بس هو قال لي غير كده. ده راجل منافق، انت مش عارفه؟ الله اعلم. على العموم انا تحت امرك. يعني ممكن تستغنى عن نص الكميه ولا ده يضايقك؟ ازاي يا اخي، الناس لبعضها. البضاعة موجودة، خد اللي انت عايزه. ألف شكر. تحب أجيلك إمتى؟ وقت ما يعجبك. البضاعة في الجمرك. والله أنا بقول خير البر عاجله. هجيلك بكرة عشان نخلص الشغلانة قبل ما نسافر لبنان. لبنان؟ أنتوا هتسافروا لبنان في الشتاء يا سعاد هاني؟ أيوة، خالتي عزمانة عندها. أظن هناك الشتاء برد قوي والصيف أجمل. بالعكس، أنا تعجبني في الشتاء أكتر. يا سلام على مناظر التلج، تجني. فعلا، والله حقكم تسافروا عشان تتفسحوا شوية. فكرة مدهشة. انا احب منظر التلج جدا. احمد، ايه رايك لو تسافر على الاقل تريح اعصابك من كتر الشغل؟ ما اقدرش اسافر واسيب المحل لوحده. ما هو جميل هيبشر كل اعمالك لغايه ما نرجع. بعدين بعدين، مش وقته. هو كل حاجه بعدين بعدين، ليه ما نسافرش؟ وبعدين يا افكار، نستأذن بقى عشان ترتاح شويه. شد حيلك. متشكر يا سعاد هاني. لا باس عليك، اشوفك بكره في المحل ان شاء الله. انست وشرف.
بتتحداني يعني؟ ليه خير؟ بتتجاهل حضرتك. بتجاهل ايه؟ انت مش عاوزنا نسافر لبنان؟ طبعا. يا السلام، هي سعاد احسن مني لما تسافر تتفسح ولا لا؟ سعاد خالتها من لبنان ورايحة تزورها. واحنا يعني مش هنلاقي لوكندات ننام فيها؟ انا عندي شغل وما اقدرش اسافر. وانا لازم اسافر. دي ما كانتش كلمة قالوها. انا ماليش دعوة، هنسافر يعني هنسافر. بقى اسمعي، انت رجعتيلي عشان تحطمي اعصابي؟ انا مش فاضيلك وعايز اشوف شغلي. كده؟ طب شوف شغلك بقى وانا مش قاعدة لك في البيت. بتعمل ايه؟ بلم هدومي مش قاعدالك. يا بنت الحلال اخذ الشيطان الله يهديك. يا نسافر يا نتطلق. هو حرام لما تريح نفسك من الشغل وتفسح ابنك علشان يغير هوا وصحته تتحسن؟ انت مش عايزه تسافري عشان خاطر ابني ولا علشاني، انت عايزه تقلدي غيرك وتمشي كلامك وبس. يعني هو حرام لما تطوعي؟ احنا عايزين نتفسح زي كل الناس اللي خلقها ربنا. يعني ماليش خاطر عندك يا احمد، كتر خيرك. والله عال. احمد احمد، خلينا نسافر علشان خاطر ابننا، علشان خاطر ممدوح. يعني برضو عايزه تمشي كلامك؟ لا يا حبيبي، انا عايزك توافق بخطرك مش غصب عنك يا حبيبي. ودي حتكون اخر مره تخلفيني فيها؟ ايوه يا حبيبي، خلاص هتكون اخر مره، هعيش طول عمري تحت امرك. ارفع دربي خلي الغزالة بحالة، ما حبيتك لا 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 لا. لا لا قلبي ما يريد حبك مش طالب الايد، لا لا قلبي ما يريد حبك مش طالب الايد، روح وخليك عني بعيد للحلوي ما بتحلى. لا 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 ما حبيتك، لا 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 ما حبيتك، لا 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 عليك القمر، لا لا حاجي توقف ع دربي خلي الغزالة بحالة، ما حبيتك لا 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 لا. بشرني تركني بحالي مشغول بغيرك بالي، بشرني تركني بحالي مشغول بغيرك بالي، تركني مالك ومالي روحي غيرك موالا. لا 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 ما حبيتك، لا 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 ما حبيتك، لا 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 عليك القمر، لا لا حاجي توقف ع دربي خلي الغزالة بحالة، ما حبيتك لا 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 لا. دخلك شو بدك مني تركني لا تحكي عني، دخلك شو بدك مني تركني لا تحكي عني، روح عني الغير وغني واسع الدنيا مجالة. لا 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 ما حبيتك، لا 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 ما حبيتك، لا 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 لو عليك القمر، لا لا ما حبيتك، لا 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 لو عليك القمر، لا لا حاجي توقف ع دربي
خلي الغزالة بحالة ما حبيتك لا 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 لا. فعلا صوتك مدهش يا سعاد هانم. انتوا بتبالغوا قوي. بالعكس ده انت صوتك ملائكي. انت لسه سمعت حاجة؟ ده انا بكرة هخليها تغني في السينما والاذاعة. نمشي احنا بقى يا افكار عشان ممدوح يستريح. اوام كده؟ احنا لسه ما شبعناش من بعض يا احمد. الايام جاية كتير. يعني نروح نتحبس في الاوتيل من دلوقتي؟ ما هو ممدوح مبسوط مع المربية بتاعته. مش نتفسح لنا شوية؟ خليها وقت تاني. وليش ما بيصير هلا؟ مفيش لزوم نتعبكم. يمكن تكونوا مرتبطين بمواعيد. ابدا ابدا. يعني احنا جايين لبنان عشان ايه؟ مش عشان نتفسح؟ طبعا. يلا بينا. فيه مناظر جميلة بالشكل ده. ده انا اللي ما كنتش متصور اننا هنقضي مع بعض وقت جميل. فعلا قضينا اوقات سعيدة جدا. احنا لازم كل يوم نكون مع بعض. يا ريت. شوفك سرحانة. سرحانة؟ لا أبدا. شو عم بتفكري بأحمد؟ أنا عارفة إنه ماليش حق أفكر فيه لأني متجوزة وهو متجوز، لكن غصب عني. مفهوم. بتشوفيه بيخفق قلبك، بتسمعي صوته بيسرح عقلك بأحلام الهوى. هذا بيحصل دايما بين المحبين المحرومين. أنا بعمل المستحيل عشان أنسى. أنت ظلمتي نفسك بجوازك من واحد ما بتشعري نحوه بأي عاطفة. وياريته بينصفني، وياريته بيرعاني بعطفه وحنانه. يمكن كنت ألقى في حنانه السلوى اللي تنسيني حب أحمد. لكن زي ما أنت شايفة دايما بيستهتر بشعوري وعواطفي. انصحيه. يا ما نصحته لكن ما فيش فايدة. عم بغني. انا راح اتركك. من الساعة العرق اللبناني يا مدموازيل سميحة. ليش تأخرت لهلا؟ انا حر. عاوزين تحبسوا حريتي في البيت ولا ايه؟ تخي سمعتك وطي صوتك. هلا بيصحى بي. مش هعلي صوت. حرقت صوت. صباح يا خير. تصبح على نقالة ان شاء الله. سعاد انت لسه ما نمتيش؟ انت هتيجي كل ليلة بالشكل ده؟ ماله الشكل ده؟ وحش؟ مش عاجبك؟ ابقى اعمل كده لما ترجع مصر مش في بيوت الناس. يعني ايه؟ انت ايه اللي بيخليك تسكر كده؟ انت اللي بتخليني اسكر. هو انا متجوز؟ انا مش حاسس ان في واحدة ست. انت مش الست اللي تملى عيني. انا بتقول ايه؟ بقول انك تمثال بارد مفيش اي جاذبية، مفيش اي حرارة. انا عايز واحدة ست مدردحة. اسمعي، ايه رأيك في احمد؟ احمد ماله؟ عايش سعيد، عايش في جنة، مراته واحدة ست مدردحة تفهم الدنيا. يا بختك بمراتك يا احمد. ده انت اسعد انسان في الدنيا يا احمد.
كده على طول من غير مقدمات؟ انا احب اخش على طول في الموضوع من غير مقدمات. طيب اديني جيت لك اهو في معادك. كنت عايزني ليه بقى؟ كنت عايزك ليه؟ يا ستي انا هقولك كنت عايزك ليه. اتفضل. عايزك عشان اقولك ان جوزك احمد يعتبر انسان سعيد جدا. وايه السبب؟ لانه متجوز مخلوقة لطيفة وجميلة زيك. وايه كمان؟ ويجب انه يحسد نفسه على السعادة اللي هو فيها. وايه كمان؟ ده انا لو كنت منه ما كنتش اعيش بيكي على سطح الارض، كنت اخدك واطير بيكي في السماء السبعة. ده ايه الكومبليمون ده كله؟ انت هتخليني اتغر في نفسي قوي. اتغري اتغري زي ما عجبك. تقدر تقوليلي مين جمالها زي جمالك؟ مين قوامها احلى من قوامك؟ لا 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 انت بتبالغ قوي يا زكي. ده انت عبارة عن فتنة طاغية جاذبية تسحر العقل. يا بختك يا احمد طول عمرك محظوظ. طب ما انت كمان متجوز ست جميلة ولطيفة. بس ما تجيبليش سيرتها وحياتك، خليني اتمتع باللحظات الجميلة اللي انا شايفك فيها قدامي. ليه؟ هي مش عاجبك في ايه؟ سعاد اللي انت بتقولي عليها جميلة ولطيفة دي يمكن ما تصدقنيش اذا قلتلك انها عبارة عن صورة من غير روح. ازاي بقى؟ الراجل اللي زيي عايز واحدة تفهم الحياة كويس، تلبس له فستان يظهر جمالها وجاذبيتها. والله يا زكي محدش مبسوط في حياته. ليه؟ انت كمان تعيسة في حياتك؟ يمكن اكتر. اللي انت كرهه في مراتك انا كرهاه في جوزي بالظبط. يعني مش سعيدة معاه؟ انا اتعس مخلوقة في الدنيا. بس احساسي كان دايما يقول لي كده. قلبي على نار.
ملاقي رح روح من وعدي انا فين والمكتوب في غرامك صار رح روح من وعدي انا فين والمكتوب في غرامك صار حياتك قلبي على نار على نار على نار أحمد غنوة جميلة أنت سمعتها؟ طبعا مالك يظهر أني أزعجتك لا أبدا أنت لوحدك زي ما أنت لوحدك أنت دايما بتيجي هنا في المكان الساحر ده كنت باجي هنا كتير بس آخر مرة كان من 3 سنين تقريبا واللي جابك هنا دلوقت حنين الماضي فعلا كان لي هنا ذكريات كانت أصعب أيام حياتي وليه تيجي هنا إذا كان المكان ده بيفكرك بذكريات مؤلمة رغم إنها مؤلمة وفيها عذاب لكن أحيانا النفس بتسعد بذكريات الماضي حاجة غريبة أنا ما كنتش أتصور إنك عاطفية للدرجة دي كنت عاطفية وعشان كده صدمت في حياتي أنت بتقولي إيه؟ صدمت في حياتك؟ الواحد ما بيملكش من أمر نفسه حاجة بيتخطب لواحد وبيحب التاني ويتجوز التالت كنت بتحبي من غير أمل؟ ده كان أول حب لي وما كانش عندي التجارب الكافية في الحياة عشان كده ما قدرتش أتحمل الصدمة لدرجة إني أعصابي انهارت وعيت بمرض شديد قوي ليه؟ هو ما كانش بيبادلك عواطفك؟ ما أعرفش ما حسيتيش إنه بيحبك؟ كنت فاكرة إنه بيحبني عشان كده فسخت الخطوبة وبعدين عرفت إنه متجوز متجوز؟ مين هو؟ هو أنت تعرفه كويس أنا؟ أعرفه؟ أيوة أحيانا الإنسان ما بيعرفش نفسه سعاد قصدك إيه؟ أنت يا أحمد أنا اللي كنت بتحبيه شو مش معقول ده اللي كنت بحبه أحمد أنت بتقول إيه؟ مش ممكن كنت بتحبني أقسم لك إني ما حبيت في حياتي غيرك كفاية كفاية أنا أتعس إنسانة في الدنيا أنت ما تتصورش أنا تعذبت في حياتي قد إيه سعاد لو كنت أعرف إنك بتحبيني لو كنت متأكد كنت هتعمل إيه ربنا عايز كده عايز ما نكونش البعض أيوة إحنا انكتب علينا نتحرم من بعض طول العمر أحمد أنا بحبك روحي وقلبي وعقلي ملكك أنا مش قادرة أعيش من غيرك سعاد لازم ننسى كل اللي قلناه إحنا دلوقت زي الإخوات تمام ما تنسيش إننا متجوزين جوزك صديقي وانت صديقة مراتي عندك حق اسمتنا كده كان يصدق اننا نحب بعض من اول نظرة يا ترى الكلام ده صحيح انت حاسة بيه حاسة باني مبسوطة وانا معاك وانا حاسس باني اتخلقت النهاردة من جديد
يعني بتحبني بجد يا زكي؟ بحبك مش كفاية، ده انت لخبطت كياني من اول ما شفتك. بس حاسه انا لما بحب ببقى خطر قوي. وانا موت في الخطر. ماما جيت لك يا حبيبي. احمد احمد، بايدك انت تعستي وشقايا، وبايدك سعادتي وهنايا. هنكون في سعاده ان شاء الله ان شاء الله.